على الرغم من تمكن حزب الله اللبناني من الحفاظ على كتلته النيابية المكونة من 27 نائبا، إلا أن قاعدة دعمه يبدو أنها تتقلص حتى بين ناخبيه الأساسيين. فبالمقارنة مع انتخابات 2018 شهدت جميع دوائر الانتخابات ذات الطابع الشيعي نسبة إقبال منخفضة، مما يؤشر على أن الأغلبية الصامتة غير راضية عن الحزب سياسيا. كذلك فإن من أبرز ملامح الاستحقاق الانتخابي الأخير هو صعود النواب المستقلين والذين لا يلتزمون في الأغلب بهويات طائفية أو انتماءات سياسية، هذا إلى جانب النواب الجدد من المجتمع المدني والأحزاب التي وسعت من تكتلاتها النيابية، ما قد يعطي فرصة حقيقية لأخذ لبنان في اتجاه جديد. أمام تلك المتغيرات يتوقع مراقبون أن يشكل حزب الله العقبة الرئيسية أمام هذا الزخم السياسي، وأن يستخدم جميع أدواته للتأثير على الخطوات التالية. كذلك قد يلجأ الحزب إلى لعبة سياسية يتقنها حسب المراقبين، وهي عرقلة القرارات والتسبب في الفراغ في المؤسسات الحكومية وإحداث جمود في المشهد. لكنهم أيضا يرون أن سياسة الحزب، أي حزب الله التي أجدت نفعها بعد انتخابات 2005 و2009، قد لا تكون ناجحة هذه المرة، إذ لم يعد بإمكان حلفائه السياسيين أن يوفروا له الغطاء اللازم. وربما هذا ما يفسره عدم التوافق القائم على تولي رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا المنصب للمرة الثامنة، وهو تطور قد يؤثر على الدعم الشعبي لحركة أمل وعلى علاقتها مع حزب الله. لذلك فإن من شأن اختيار رئيس للبرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة ومن بعدهما الانتخابات الرئاسية أن يحدد ملامح المشهد السياسي اللبناني ويوضح آفاق التغيير المحتمل.